أكد التواصل أيها الحفل الكريم في هذا الصباح وشوطنا الثامن في مجموعة الأشواط، ثامن الأشواط في هذه اللحظات والمتمم للقعادين. يا سلامي على هذه الانطلاق، أتابع هذه المتابعة وهذه الأسماء التي يبلغ نصابها أيضا 30 قعود. أتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الانطلاق المثير وبهذه التحديات وبهذه الإثارة. أسير على مقدمة الشوط. العموم أيها الحفل الكريم في هذه اللحظات وبهذه الانطلاقات المثيرة، مقدمة الشوط المركز الأول لوركس يتقدم على مقدمة الشوط في هذه اللحظات. خليفة بن حماد بن محمد بن سلطان الشامسي هو على المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة، بينما أتابع المركز الثاني. المركز الثاني يتقدم في هذا الأوان اللي هو نشوان، ومبارك بن حضبان بن فالح الشامسي خذ المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث بلقى منذر، هذا مناور ومبارك بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي قدم مناور مع المركز الرابع والثالث. المركز الرابع هذا تقدم من لهب، وسيف بن عبد الله بن براك الظاهري يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس الوصول والتقدم في هذه اللحظات، وياتي مشاهدي الاعزاء مناور منصور بن السبع بن سعيد الشامسي، لكن اللي غير في هذا الاوان الرسمي محمد بن راشد بن تريس الظاهري خذ المركز الرابع. اتابع بعد المركز الرابع، اتابع هذه القعادين، اتابع هذه الاسماء، واتابع هذه الشعارات التي حضرت في هذا الانطلاق وسارت في هذا المسار المثير ما شاء الله. ولكن هناك ايضا شعارات لم يحين موعد دخولها، تابعوها معانا سويا في هذا الانطلاق وبهذا الابداع. اخر اشواط القعدان للعلم، اخر اشواط القعدان يا اخوان شمه، وحركوهن حركوهن القعادين ما شاء الله تبارك الرحمن في هذا الابداع وبهذا الاثاره المستمره. حركوهن القعادين، بدينا في الموسم وبدينا بايضا تطلعاته وتسعيراته. يا سلام، هذا منذر على مقدمه الشوط مع المركز الاول في هذا الانطلاق. خليفه بن حمد بن محمد بن سلطان الشامسي يقدم منذر مع المركز الاول في هذا الانطلاق وبهذا الابداع المستمر، بينما بالمركز الثاني نشوان مبارك من حضبان بن فالح الشامسي يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث هذا بن منينه، محاولاته مستمره، هل يا ترى بيتمم ايضا اشواط القعدان الثلاثه بنقول، لكن محاولات مستمره من الصفوف الخلفية. هذا تقدم مع لهب، وابطي بن سيب بن براك الظاهري يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس،
المركز الخامس تابع هناك معانا المركز الخامس في هذه اللحظات وبهذه الابداعات المثيره ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف الانطلاق وشوف الابداع في هذه اللحظات. المركز الخامس عطنا المركز الخامس. يبدو ان هذا راعي مهديه يتقدم مع المركز الخامس من خلال تواجد اللي هو ايضا عناد ما شاء الله احمد بن راشد بن عصيان المنصوري وصل مع عناد مع المركز وعناد مع المركز الخامس. لكن تابع لي مع هذا القدوم. يا سلام هذا القدوم. ركز وتابع يا من تبى تابع. هناك شعارات خلفك، شعارات ايضا قادمه في هذه اللحظات. وشد المطايا اهل المطايا، حان التلاقي والوعد حان، وكل تحت راسه نوايا. والله ان النوايا هني النوايا خلف الشوط. اشوف شيء هني واشوف اشعارات واشوف قاعدين لم يحين موعد دخولها، ولكن اللي يبى النداء يتقدم مع المنذر، يتقدم مع المنذر. هذا هو منذر على مقدمة الشوط. هذا هو بالعري يتقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. يا سلامي مع هذه السلالة، سلالة منذر يتقدم مع مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات. ولا تغفلون عن بن عنودة. بن عنودة شوفوا يتختل هناك، يتختل من موقع على موقع خاطفا للمركز الثالث في هذا الأوان من خلال تواجد ألا وهو النشمي حمد بن سالم بن عنودة العامري. لكن منذر لا زال على الصدارة. والله الله الله يا منذر، الله يا منذر. شد الهمة، أهالي الفلي ينتظرون أهالي في الهزاء. يا سلام. ولكن متى بنقول يا مرحبا الساع يا هال في الهزاء بناموس هذا الشوط والكل به طماع. يا سلام. شوف تابع هناك وصل راعي مهدي التراثي. وينك التراثي؟ يا سلام. بدي يحرك اموره في هذه اللحظات. وبن عنوده يراقب الحركات الخلفيه. اروح اليماعه يا بن عنوده. يا سلام. شوف التقدم. وهذا هو منذر، هذا هو منذر على مقدمه الشوط مع المركز الاول. اروح منذر سلاله المختبر. يا سلام عليها يتقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات. هذا هو منذر على مقدمه الشوط، منذر على الصدارة على المركز الأول. يا سلام عليك يا خليفة بن حمد الشامسي يتقدم في هذه اللحظات بالعري مع منذر. لكن بدت هجمات بن عنودة وبن عنودة متحذر عن التي على رأسه مرتين. الأمس كان هجمات أيضا سريعة كانت وعقله، واليوم أيضا ما أخذ الركادة. يا سلام. شوف اللحظات الأخيرة. هذا بن عنودة وهذا منذر وهذا النشمي. يا سلام. اللحظات الأخيرة، التحديات المثيرة في هذا الانطلاق وبهذا الإبداع المستمر. يا سلامي على رأس الحربة. وصلنا، عبرنا يا بن عنودة، عبرنا. يا سلام مع النشمي. وبالفعل أنه نشمي وهو نشمي. تهانينا وناموسة بنبعثها من هذه اللحظات على فوز النشمي وحصوله حمد بن سالم بن عنودة العامري. تهانينا وناموس على فوز النشمي ومشكور يا المغيري. المركز الثاني عند بن عنودة، المركز الثالث عند التراثي، والمركز الرابع شوف الوصول. يبدو أن في هذه اللحظات المركز الرابع هناك تقدم مشاهد العزاء من خلال تواجد اللي هو مروح حمد بن خليفة بن حريبة شامتي. والمركز الخامس، المركز الخامس عند أيضا هناك خليفة بن أحمد بن خميس الخيلي، وقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس في هذا الأوان وبهذا التحدي المثير. على العموم بعود إلى توقيت زمني 8:07. نشمي حمد بن سالم بن عنود العامري. تهانينا والناموس.